أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 17 من مايو عام 1977 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والمغفور له الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة معالي خلفان الرومي وزير الصحة الأسبق رحمه الله والوفد المرافق له. وقد نوقش في هذه المقابلة بحث أوجه الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لإمارة الفجيرة. وبعد هذه المقابلة قام معالي وزير الصحة بجولة تفقدية لمستشفى دبا الفجيرة، حيث تفقد الأقسام المختلفة واطلع على سير العمل بها، والتقى بالأطباء وناقش معهم احتياجات المستشفى، وطلب توفير بعض الأجهزة على وجه السرعة، منها جهاز جديد للتخدير وجهاز أشعة متنقل وبعض الأجهزة الخاصة بالمعامل. بعدها زار معالي الوزير عددا من المرضى في المستشفى واطمأن على صحتهم والعلاج المقدم لهم. ثم التقى معالي وزير الصحة بأعضاء هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى واستمع إليهم، حيث ناقش معهم المشاكل التي تتصل بالعمل ومشاكلهم الخاصة وعمل على حلها. صفحات من الماضي.